أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي وفق الصائمين على إكمال فرض رمضان العظيم، أعاده الله على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات. مواطنين الكرام، انقضى بحمد الله شهر رمضان ويهل علينا عيد الفطر المبارك، وبعضنا قد فقد عزيز لديه، فالمخاطر التي تهدد الوطن والمواطن متعددة، وأخطرها جائحة كورونا، مما يستوجب أن نلتزم جميعا بحماية وطننا الغالي ومواطنينا الشرفاء باتباع ما يمليه علينا واجبنا الوطني وما تزودنا به الجهات الرسمية الأمنية والصحية من نصائح وتوجيهات، فمستقبل الوطن وحماية المواطنين في أيدينا، فلنعمل سويا لإحياء النفس، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مواطنين الشرفاء، الشكر لأبناء وطني الذين يعملون بنكرانيزات لوضع أسس البناء الوطني. أيضا الشكر لجيشنا الأبيض لما بذلوه ويبذلوه من جهد وما قدموه من ثمن يستحقه الوطن. مواطني الأماجد، إن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة قولا وفعلا لهو الطريق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية وأسس الحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية. وهنا نجدد التزامنا لكم بحماية ثورة الشعب المجيدة وإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة بما يحقق تلك المبادئ. الجنة والخلود للشهداء الأبرار. عاش السودان حرا مستغلا موحدا وقويا، وكل عام وأنتم بخير.